إلقاء القبض على المدعوة رقية الملقبة بعباس الركابي. هاي ما تصير بس بالعراق. في شتين. رقية وعباس في شتين. رقية ابنية وعباس ولد. أول ما بس بالعراق في شتين هنا. في شت ولد وفي شت ابنية. المهم قبل فترة أنا حكيت على المدعو عباس الركابي وحطوه بالمحتوى الهابط، تمام؟ طلعت أخته ويومين ثلاثة ايش قالت؟ شغل الفيديو. إن شاء الله زينين. أنا أخت راما الركابي. شوف أعرف رقية وراما وعباس. منو هاي؟ يعني ماكو هيك زعط وقالبين الدنيا. كمل. تمام الاسباب اني ما اقدر علي شوي. الشيء الوحيد اللي اتمناه منكم ان تترحمون لها. السبب ما اقدر اقولها انه ليش توفيت وليش هيك صار فيها. تمام ابشرك ان شاء الله زينين. الله طلعت قالت رقية ما تتجوز وما نزلناها محتوى هابط. قالت رقية ما تتعمرها بركابي ما تتدعو له بالرحمة. ما ضموها. حلو؟ ضموها. الطين اللي وراه، ليش اعتقلوا رقية اللي مسوية نفسها عباس؟ طبعا هي بالنسبة إلها بالليل رقية عباس يرهم ماكو مشكلة. كله يشتغل. ايه تمام. المهم انا هسه مو موضوعي رقية لو عباس، انا موضوعي هذا الفيديو. شغل. جوع وهذول ورايي. اسمع جوعان ريزو ما اريد كباب اريد ريزو. شنو باعوا العباس جوعان اريد ريزو نشتري ريزو يا ولي. سؤال إلى وزير الداخلية. تحية حب واحترام لحضرتك إنه أنت نفذت القانون على المدعو رقية أو المدعو عباس، تمام؟ والآن تم إلقاء القبض عليه. بس هذول الموكب مال منو؟ هذا الموكب مال منو؟ أشو ما حد جاب طارية؟ أشو ما حد حكى بيه؟ المهم شنو الأشياء اللي سوتها رقية على مود يشيلوها بالمحتوى الهابط؟ قولوا شنو اللي ما سوته رقية هذا أو عباس حتى ما يشيلوا بالمحتوى الهابط. أنا عندي فيديوهات، مشكلة ما أقدر أطلعها بالبرنامج، بس أنا رح أنشغلك إياها بصفحتي، ما رح أطلعها بالبرنامج. اعطوني الفيديو اللي وراه. تمام عوف ارجع لي على عباس، ما أدري رقية خلي أكمل. سؤال والله حيرة خطية ذولا وزارة الداخلية. هسا هذا عباس مدرقية، هذا وين راح يحبسوه؟ يم النسوان لو يم الزلم؟ إذا يم الزلم أبشركم هذا راح يطلع حامل، وإذا يم النسوان هم راح يطلع حامل. آخ يا اليوم راح انشر لكم سبب الحقيقي وراء اعتقال عباس مدرقية هذا الولد، تمام؟ مو هذا الفيديو، هذا الفيديو اصلا هيك طمطموه ولفلفوه، بس السبب الحقيقي عندي راح تشوفوه بالليل.